صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوله سبحانه على سرر موضونة وقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، يقول هل هذا النعيم خاص بالمقربين فقط دون أصحاب اليمين؟ نعم، هو الكلام في المقربين، ثم ذكر أصحاب اليمين. نعم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الآيات. نعم.